إلى هذه السورة فيها بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من بعده. نعم. So detta kapitel klargör profeten sallallahu alaihi wasallam status och även statusen av hon som följer honom sallallahu alaihi wasallam. وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم عطاء كثيرة والإرشاد إلى أن ما عند الله خير مما في هذه الدنيا. نعم. وأيضاً profeten sallallahu alaihi wasallam har fått mycket, otroligt mycket. Och det är att allt vi som kommer hos Allah eller från Allah är bättre än hela denna dunia. Och även i versen så ser vi att det finns bevis att man ska ta emot gåvorna med tacksamhet och även ett bevis mot mushrikin. Om man säger أريد أن تذكر لي شيء من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. أو أريد أن تحدثني عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Om någon skulle säga och fråga dig om jag vill att du ska nämna några profetens صلى الله عليه وسلم särskilda drag eller hans förträffligheter, då ska du säga تقرأ على هذه السورة. Läs detta kapitel för honom. وتقرأ على ما سيأتي معنا الآن ألم نشرح لك صدرك. نعم. وكان نستا كابيتوس فمقوم أصل الدلاسة فرمه. طيب السورة الثانية. نعم. نستا كابيتوس. قول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. الله سبحانه وتعالى يمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم بانشراح صدره. انشراح الصدر هنا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشرح صدره عليه الصلاة والسلام إلى كل ما جاءت به الشريعة. ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره لحكم من أحكام الشريعة. نعم. الله عز وجل نعم من نسبة بيتر طبعاً تبنى دين برس أوتي محمد صلى الله عليه وسلم وفاق بتيدر أن الله عز وجل نعم من هانس برس كوي يودر بتيدر أن هانس صلى الله عليه وسلم كان تيمون آل دين سن كونه فان شريعة وكان شريعة سنة بقرين صار أبنون دين سن كونه فان شريعة ولا بد أن يكون هذا حال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فدائما لا بد ان تكون شرح الصدر تقبل كل ما جاءت من الشريعه ولا تضيق ابدا ولا تقول لماذا اصنع كذا ولماذا اصنع كذا نعم وعلى نصكم ليت البروفيت صلى الله عليه وسلم مصطفى علي كبانا بمصطفى يموت قال كيف سنقوم من الشريعه Och vi måste vara öppna med att ta emot allting som kommer från sharian och inte heller känna oss begränsade av någonting som kommer från sharian. إلى من أمنا والنعم على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشريعة. نعم. Och det hör till gåvorna till profeten صلى الله عليه وسلم av Allah att han lärt honom att han lärt hans bröstkor öppnas för denna sharia. ألم نشرح لك صدرك هذا في انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعمة من نعم الله. وسام الشخص من عند دوات ديتا دينا درس في دبوات الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الشريعة. أيضا من النعم ووضعنا عنك وزرك أي غفر النبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان أتعب النبي صلى الله عليه وسلم وأثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوزن مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الله ما يقول في الشرك الأكبر والأصغر وغفر النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنب وما تأخر ومع هذا يستغفر الله ويتوب إليه عليه الصلاة والسلام نعم وهنا بعد ذلك الله عز وجل نمر اكتب بورد دي بيرد فرمه i andra versen. Det innebär alltså att Allah s.w.t. förlät honom för allting som kom innan och allting som kom efter. Så Allah s.w.t. förlät honom för samtliga synder. Och detta trots att Allah s.w.t. har frigjort honom från kyrk, större som mindre, och förlåtit alla hans synder så bad han Allah s.w.t. förlåtelse varje dag. إذا من شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشريعة والعمل بها نعم Så Allah så gör att profeten sa som bröstkorg till denna sharia och att han blev med denna sharia. Och jag uppfann den nabi sallallahu alaihi wa sallam att han tagit den med och att han tagit den med och att han tagit den med.
och förlåtit honom för alla synder han har begått innan han skulle begå i framtiden. ويرتفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر وعند كل الخلق عند الخلق وعند الملائكة نعم. Därefter höjer Allah عز وجل hans status. För han har sin, han har högre status än någonting annat i detta liv. Högre status än änglarna, högsta statusen i graven, högsta statusen överallt. رفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث كان يقال عن الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وبعد البعثة هو عبد رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان هيدا سؤال صلى الله عليه وسلم ربا لنا ما بين البروفيت دون كان مثلا تروبا ديجا سانين ستولان ده دون راتا دي غوتو مانو وك افتر فانس بروفيت كان سبليبا من البروفيت وكان شانو الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام يبشروا ببعثة عليه الصلاة والسلام. وكان البروفيت في بيتا أم هاس بروفيت صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار له عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة. نعم. وإنين كانت لدين الإسلام بدأ بكريفة محمد بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم وكان إيش ما كان رشانا وكان سنده. في الأذان رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في الأذان هو بروفيت صلى الله عليه وسلم. في الصلاة. إبان. عند الموت مكان آخر كلام لا إله إلا الله محمد عبد رسول. نعم. وكان إنا ذا في ذنصم لكس سيلا إلى محمد رسول الله إنا ذا. السؤال بالقبر يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم على فيها. Därmed i graven så res profeten sa som upp då han är en av de tre frågorna man ska ställa. Och även på domedagen, profeten sa som ska få den bästa positionen i paradiset. Han är den som ska få medla för skapelserna och han är den som kommer att få fråga först. فوفروج أو مين من الفرشة على صواب السماء. ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. هنفوت الإسراء والمعراج. وغيرها. إذن ورفعنا لك ذكرى أي أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن كثيرة وفي الدنيا وفي الآخرة وفي القبر وغير هذا على ما ذكر. نعم. So Allah عز وجل har höjt upp profeten sallallahu alaihi wasallams namn i många platser i detta liv, i nästa liv, i graven och alla andra platser som har nämnts. ثم جاءت البشارة من الله سبحانه وتعالى. نعم. Därefter kom de glada nyheterna från Allah عز وجل. على ماذا؟ على أن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة فهو دليل على قرب الفرج. نعم. Att om när det blir svårare och mer besvärligt så ska man veta att öppningen kommer bara närmare. فَهَذَا حَالَ أَهْلَ الْإِيمَانِ أَنَّ الْمُؤْمِنْ دَائِمًا مُتَفَائِلٌ وَيَعْلَمُ أَنَّ كُلْ مَا يَزْدَادَ الْأَمْرُ ضِيقٌ وَشِدَّةٌ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى قُرْبِ الْفَرَجِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. نعم. So detta gäller även de troende att de ska veta att ju mer de besväras, ju mer svårigheter de går igenom, så ska de veta att öppningen kommer närmare. För Allah som vill säga att varje besvär följs av en lättnad. Och Allah som vill upprepa en gång att varje besvär följs av en lättnad. Thumma kana al-irshad lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bimaala li-anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam mata wajad fara ماذا يصنع؟ يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. وفي سنة من هذه سنتي بروفيت صلى الله عليه وسلم att när denna öppning väl kommer så ska profeten صلى الله عليه وسلم vända sig till Allah och dyrka honom. وهذا يكون حال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أي وقت تجد فيه سعة وفراغ فماذا تصنع؟ تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. وصلى الله عليه وسلم قال: أت
När det blir svårare och Allah azza wa jalla kommer med en övning, så ska du vända dig till Allah azza wa jalla och trycka honom. Eller, عند الفراغ ماذا نصنع؟ يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. سواء كما يرى نبينا بركم، ما سكبنا سيكير الله سبحانه. ولا بد أن نرغب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ربك لا إلى غيره. فرغب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وما سكبنا سيكير الله عز وجل منه رغبة. Och inte till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala, utan endast till honom. I den här historien finns fada'il till Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Inshirah al-sadr al-aqidah. Wal al-amal biha. Naam. Och i detta kapitel finns det nämns profeten sallallahu alaihi wa sallam förträfflig. Och en av dem är att Allah sallallahu alaihi wa sallam öppnade hans bröstkorg till att förstå sharia och aqidah. Naam, och shuhari sharia, naam. Och denna sharia. Behajda att Allah subhanahu wa ta'ala علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام عمل بهذه الشريعة بل أكمل عبادة هي عبادة عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين الشريعة وكان هذا الكميل وبست الميل جسد وغفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنب وما تأخر وبفيت صلى الله عليه وسلم فسامح جسد ورفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمور يعني كثيرة. نعم. وبرفيت أن صلى الله عليه وسلم أنتهي بسبيت إبنام إبليت مميا ستفقون وكيفهم. ثم كانت الإشارة من الله سبحانه وتعالى على أن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة فهو دليل على قرب الفرج وهذا فيه النهي عن القنوط من رحمة الله والتطيب ولابد من التفاؤل. نعم. Därefter så gav Allah عز وجل profeten صلى الله عليه وسلم goda nyheter. Att om varje gång du besväras, varje gång du blir mer besvärad, så ska du veta att öppningen kommer närmare. Och från detta förstår man även att man aldrig ska tappa hoppet och tröttna, utan man ska alltid ha hopp. Och al-amr bi'ibadatillah subhanahu wa ta'ala inda awqat al-farag. Och även att när man väl öppnas, när man väl blir, när det väl underlättas, så ska man dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och al-iltija' ila Allah subhanahu wa ta'ala la ila ghayrih. نعم. وكانت من بينه سيئات تجيء الله عز وجل وإني نعم إن الله. نعم. ثم بعد هذا جاءت سورة التين. نعم. عرفت قم لي في سورة التين. نعم. الله سبحانه وتعالى له قلنا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نحلف إلا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم. وكالله عز وجل سبحانه في بعض عنفيل وفي مني كنا فهنا سبحانه في الله och det som svär inte någon annan än Allah har begått av guderi eller otro. At-tin, shay' ma'ruf, amma ma'ruf. Naam. Och kallad az-zaytun. Naam. Och fikonet och oliven är någonting som är väldigt känt för oss alla. Och fil ghalib anna at-tin wa az-zaytun yakun fi ard al-sham. Ard Filistin och ard al-sham. Naam. Och det vanligaste eller oftast sker är att dessa här två växter eller frukter finns i Sham. Och här är det فيها يعني كان فيها كثير من الانبياء الرسل عليهم الصلاه والسلام. نعم. Och på dessa platser, på dessa marker fanns många profeter عليهم الصلاه والسلام. وطور سينين اي طور سيناء وهذا المكان الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه الصلاه والسلام. نعم. Och därefter spår Allah vid Tur Sinin och det sina i berget. Och det där Allah Azza wa Jalla tilltalade sin profet Musa a.s. Och här är berget i Amin, i Makka. Och fin i Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Och kabla här är Jaha Ibrahim a.s. Och här är Makka. Och här är berget i Amin och denna trygga stad, det vill säga Mekka. Och i den var Ibrahim a.s. وكان البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الأماكن كان فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الغالب. نعم. سؤال ليس فوق لاتش سومنس فور نستا على البروفيت عليهم الصلاة والسلام. لقد خلقنا أي والله لقد خلقنا كل إنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة. فخلق الله سبحانه وتعالى خلق الله سبحانه وتعالى خلق في أحسن صورة وأحسن هيئة. نعم. ذلك سير الله عز وجل قد جعل خلقت من إخوان إذا بست خيبنا ذلك.
Så Allah Azzajal har skapat varje människa på bästa möjliga sätt. ثم أن هذا الإنسان يرد الله سبحانه وتعالى في أسفل سافلين أي في النار صلى الله عليه وسلم كل أحد لا هناك استثناء من الدخول والخلود الأبدي في النار لمن نعم Därefter nämner Allah Azzajal att den här människan som Allah skapade på bästa sätt ska få hamna i helvetet. I det lägsta av de lägsta. Men vilka människor ska ta sig i helvetet? Det finns ett undantag. Är det man eller enjo? Min al-khulud al-abadi fi an-nar fi ashab tabi'in sallallahu alaihi wasallam. Nej. Vem klarar sig från att vara bland de absolut lägsta av de låga och vara i helvetet för alltid? Vem klarar sig? Alla alladhina amanu أي أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. درست سير الله عز وجل في رطم هي روند طاقت من صن كلاس هاي وفي دون صن ترو وفادينا بعرف ما ترو إيمان رات ما ترو ميرتا طالب الدنيا وكان بكروبن وترون أرك الجيد نار ومنسك في أولينا. آمنوا بأركان الإيمان الستة بعد الإيمان بأركان الإسلام الخمسة. نعم. بل دوست ما تروق إيمان سكس بيلابة إفتر ما تروق إسلام سفن بيلابة. ولابد أن المؤمن يعمل. نعم. ولهذا قال وعملوا عمل ماذا قال عمل الصالحات. نعم. وبرفتر سو مسلمان يهان بإفتر ما تروق Så Allah säger nämner att man tror och därefter utför rättfärdiga handlingar. وَتَوَاصَوْ يَعْنِ أَوْصَى الْوَاحِدْ مِنْهُمْ الْآخَرْ بِمَا لَا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ هُمَ جَعْدِهِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نعم. Och därefter så säger Allah säger att man ska råda varandra sanningen. Så den ena råder den andra och den andra råder den ena. وَكَذَلِكْ تَوَاصَوْ أَيْ أَوْصَى بَعْضَهُمْ بعض بمعنى بالصبر لأن هذه الدنيا لابد فيها من الصبر نعم. وبرفتر سوستما رودا وراند سدنينا رودا دنان دنان رودا دنينا ميدوان بدت ما سهطولا وكما نمست هطولا ودي ده تدين نصبر على ماذا؟ وفي هطولا ممكن نصبر أولا على الطاعة تصبر على الصيام والصلاة والحج والزكاة وغيرها نعم Vad ska man ha tålamod med? Främst så ska man ha tålamod med lydnaden, med fastan, med hajj och med andra dyrkan. Nej, ثم تصبر على المحرمات عن الشرك والزنا والربا وغيرها. Därefter ska man ha tålamod med att undvika synderna, som zina, att ta ränta och liknande synder. ثم تصبر على ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليك من مرض فقط او حادث او ما الى ذلك نعم ودريت اسكمنا طول عمود من ديت الله عز وجل بستمر في ذلك صلاة من هم لنولي كان دي فاتي اسخاض السيء وسيدة نعم أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله على نبي محمد وعلى صحبه وسلم ودريت اسكمنا